السلام عليكم يا احلى ملكات، يا ملكات في الكون، كديرين؟ لاباس عليكم؟ بخير وعلى خير. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال والظروف. اليوم احنا محتفلين انا والبنيات، خديت اليوم هكايا دوك البلاستيك غطينا بها الطبله، لان بنتي اصلا عندها عزيز عليها الموف، فجبت ليها وريضات، جبنا هذاك الغطاط الحائط لان كيعجبها الزرق والموف. فالمهم كل شيء الموف على موف، وحتى في الوريضات راه فيهم الالوان. المهم الاحتفال بكل بساطه هو ان بنتي عندها العام الجاي التحضيري، فملي كيكونوا في هذا الكلاس ديال الكيندر جاردن في الاخر ديال العام كيديروا لهم واحد بحال قلتوا الجرادويشن او التخرج. وهذا العام نتوما راه عارفين شنو كاين، فقلنا كاين نديروا واحد الاحتفال هكايا شويه، نغيروا من الاجواء ونغيروا من الايام. راكم عارفين الايام ولاو متشابهين وكل شيء ولا متشابه، فجبنا ليها هكايا حليوه هانتوما كما غادي تشوفوا، وكتبوها نيت بالموف لان عزيز عليها كما قلت لكم الموف. وصافي الجرادويشن هو نورمالي منين كيكون كنمشي وكيبداو يعيطوا لكل واحد بسميتو وكيعطيهم واحد الشهاده تقديريه. لكن هاد العام ما كاينه لا قرايه لا والو، فشنو داروا؟ ماشي ما كاينش القرايه، ما كاينش الكلاسات، انهم كيمشيو للمدرسه لكن كان اونلاين. هادو راه بنياتي. فكما قلت لكم داروا لنا، مشينا هكا بالطوموبيله قدام الباب المدرسه، والاساتذه كاملين واللي خدامين في الاوفيس وهذا كلهم كانوا واقفين قدام الباب. انا راني مصوره لكم الفيديو ولكن ماشي عن قرب، لان المهم داكشي ما خصنيش نصورهم شخصيا، هما راه بعيدين. وكيبداو هكا يغوتوا ويهتفوا وفرحانين دوك الوليدات، وكيدوزوا هكا الطوموبيلات. ومن بعد ما كملنا هذاك الاحتفال تما ركنا صافي خرجنا، جبتهم هنايا للبارك. راه كما كتشوفوا ما كاين حتى شي واحد، وما مشيناش اصلا حتى للبلاي جراوند ولا فين يقيسوا دوك المرجحات ولا هذا الزحليقات، لان ما بغيتهمش يقيسوا حتى شي حاجه. يلا جبتهم هكا غير باش يشوفوا هكا الماء، راكم عارفين الماء صراحه كيريح الدماغ وكيريح النفسيه، بحكم ان عندنا واحد الماده ديال السيروتونين كاينه في الدماغ، فعندها علاقه بالماء. منين تنشوفوا الماء صافي سبحان الله العظيم كنرتاحوا. وكما قلت لكم هنايا كاين فيه هذا البط، فجينا هكايا شافوا شويه دوك البطات وصورتهم شويه وصافي، ورجعنا للدار وكملنا الاحتفال ديالنا وقطعنا الحليوه وصورنا. يعني غنوريكم الصور في اخر الفيديو، الصور ديال بناتي بالنسبه للناس اللي مازال ما شافوهمش. بالنسبه للناس القدام راهم شايفينهم ديجا في فيديوهات قدام، لان اصلا ملي بديت القناه بديتها بمحتوى ديال بناتي، لكن بما انه غير المحتوى ديال الاطفال فرديت محتوى اخر. وصافي وهنايا راه البروفيل ديالي فيه هاد الصوره ديال هاد البلاصه، اول فيديو انا كندرس في القناه من هاد البلاصه هادي. فعندي صراحه واحد العلاقه مع هاد البارك هذا. وصافي البنات، المهم شاركت معكم يومنا، بغيت المهم الا كان شي احتفال نشارك معكم شي حاجه هكايا اللي تفرحنا ونفرحكم بها، وهذا ما كاين مشكل. وصافي نخليكم انا هنايا ان شاء الله حتى لشي فيديو اخر نتلاقى. وما تنساونيش من اللايكات بالنسبه للناس اللي جداد، ما تنساونيش من الاشتراكات وديروا الجرس، والا عجبكم المحتوى ديال قناتي ديروا البارطاج مع عائلاتكم وحبابكم وصحابكم باش تكبر هكايا القناه ان شاء الله بكم. ديروا لنا شي دفيعه ان شاء الله حتى نتقدموا شويه. وشكرا جزيلا، ونخليكم هنايا في امان الله وحفظه.